السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. ونبدأ من أسفي، حيث أصيب اليوم 10 عمال بحرائق، 2 منهم في حالة خطرة إثر انفجار محدود بإحدى ممرات تسخين أتربة الإسمنت الخام بمعمل إسمنت المغرب، وجرى نقل الجرحى إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس. روبورتاج رفيقة جمد وتحرير لنادية ديوبي. هذا الصباح وعلى بعد 35 كيلومترا عن شرق مدينة أسفي بالجماعة القروية أيير، وقع انفجار محدود بإحدى ممرات تسخين أتربة الإسمنت الخام بمعمل لإنتاج الإسمنت. الحادث أدى إلى إصابة 10 عمال بحرائق متفاوتة الخطورة. بعد 3 أسابيع من عمليات الصيانة قمنا أمس بإعادة تشغيل المعمل. للأسف عطل تقني وقع على مستوى آلة التبريد. حاول العمال التدخل لإصلاح العطب عن طريق المعدات التي تستعمل عادة في مثل هذه الأعطاب، ثم قاموا باستعمال الماء لإزاحة الجزء الباقي من الإسمنت، لكن للأسف سقطت كمية من الإسمنت الخام عليهم. Mais en utilisant l'injection d'eau, il y a un bloc qui a chuté. بعد سقوط كمية الأتربة الساخنة على العمال، أصيب 8 منهم بحرائق من الدرجة الأولى، فيما أصيب 2 آخران بحرائق من الدرجة الثالثة وبكسور متفاوتة الخطورة أيضا، مما استدعى نقلهم إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء. مع ديك لا طومبيراتور ديال الحراره اللي كاينه داخل تما، كاينه تقريبا شي 900 ديال الحراره اللي كاينه تما، عاد زيد عليها ديك لا بريسيون ديال الماء، بحال شكل شي بركان. 2 منهم كانوا مصابين بحروق خطيره في الوجه والاطراف وكسور ورضوض في اليدين، تم نقلهم على وجه السرعه الى مدينه الدار البيضاء مرفوقين بطبيعه الحال باطر صحيه. اما بالنسبه للمصابين 8 الاخرين فجروح ديالهم خفيفه، يعانون فقط من بعض الحروق السطحيه، وقد استفادوا من كل العلاجات الضروريه واللازمه. هذا المعمل حيث وقع الانفجار بدأ العمل فيه سنة 1992، ينتج كل سنة أزيد من 1 مليون طن من الإسمنت.